مرة ألعب الدوري بس كنت قلقانة، بس أنا قلت اللي احنا عايزين نكسب الدوري من أول لما بدأنا. فأول ماتش كنت قلقانة فيه شوية، بس حاولت ألعب كويس وكسبنا الحمد لله. وتاني ماتش خلاص كنت اتعودت وداخلة كسبانة، فلعبنا والماتش طول شوية بس كسبنا في الآخر. النهاردة احنا لعبنا كله وكسبنا بكل سهولة. هما قبل ما نبدأ الدوري كانوا بيقولولنا احنا هناخد الدوري وكده، وكانوا يعني بيحاولوا يحسنونا أكتر، ويعني كانوا بيدونا وجبات بسيطة في الدوري عشان نعرف نلعب، وكانوا يعني بيمرنونا على حاجات كتيرة قوي، حتى حاجات احنا ما خدناهاش ومفروض اللي احنا نطلعها، وطلعناها وكسبنا. مفروض بقى نكمل كده. البطولة الحمد لله كويسة، واحنا الحمد لله بنحاول ان احنا نتطور من نفسنا اكتر. واول ماتش لينا كان في ستريس شوية لان احنا اول مرة نلعب دوري، وتاني ماتش كنا متعودين بس الماتش كان كويس. الماتش بتاع النهاردة الحمد لله كان ماتش كويس، فاحنا حاولنا نطلع حاجة كويسة علشان نقدر نكسب. الحمد لله احنا كده كسبنا 3 ماتشات في الدبل وفضلنا 6 سنجل، ان شاء الله نكسبهم وكده نبقى وصلنا للكوارتر فاينل. لا، هما بيدونا سبورت كفايه بكفايه او وزياده كمان علشان يدونا سبورت عشان احنا نقدر نكسب، وبيقولوا لنا ان احنا نركز وكانوا في البري سيزون عاملين بري سيزون كويس، وعلشان احنا يطورونا من نفسنا علشان نلعب كويس في الدوري عشان نقدر ناخده. هو اصلا ان احنا ان هما خلوا السيمي فاينل والفاينل تلعب في ارضنا، دي حاجه كويسه جدا ان احنا نبقى واخدين ثقه ان احنا الدوري ده بتاعنا ان شاء الله، والبيرنتس كلهم موجودين والناس كلها عارفانا هنا، فده بيدينا سبورت اكتر. احنا في البري سيزون كنا هما كانوا بيمرنونا في الاوقات اللي الدوري كان هيبقى فيه، وعشان يعودونا على الجو اللي احنا هنلعب فيه، ويعني الدوري هيروح هيمشي ازاي، وكانوا بيعملوا لنا ميتينجز يكلمونا كل اللي هيحصل في الدوري وكده بس كده. ماشيين كويس، يعني هو احسن حاجه ان احنا اتيتيود بتاعنا مش وحش، يعني اتيتيود كويس والتشجيع كويس، ما فيش حاجه ناقصينها يعني. الحمد لله احنا لحد دلوقتي كسبانين الزهور والطنطا ما كاتش، فبرضه كسبناهم، وامبارح كسبنا هليوبلس، والنهارده ان شاء الله نكسب. هما بصراحه ان هم يجيبوا السيمي فاينل والفاينل عندنا كان حاجه سبورتيف لينا قوي، وخصوصا ان شاء الله ان هم يجيبوا الكوارتر فاينل عندنا برضو، وان شاء الله نوصل الكوارتر فاينل. والكوتشز كان سبورتيف قوي، وكان في بري سيزون قبل الدوري. اول يوم كنت متوتره شويه، كنت خايفه ان انا ما العبش، بس الحمد لله لعبت سنجل، وبرضو يعني كنت صحابي كنا بنشجع جامد قوي، كنا عمالين بنغني. في اخر اليوم كل ما ماتش يخلص هما كانوا اول ما خلص السنجل كانوا دخلوا قعدنا نغني وكده. احنا كسبنا اول ماتش ضد الزهور، وتاني ماتش طنطا انسحبوا، وكسبنا ماتش اليوبلس امبارح، والنهارده كسبانين 3-0 الدبلز. وكان كوتش احمد وكوتش مبزي وكوتش يومنا سبورت قوي معانا، وبيدونا سيشنز منتل قبل الدوري. لا، تاني سنة أشارك في الدوري، بكون مبسوطة جدا لما بلعب، وهما بيبقوا سبورت لينا، واحنا بنقعد نشجع اللعيبة اللي بتبقى في الملعب، واحنا بنبقى مبسوطين جدا واحنا بنلعب. هما بيقولوا لنا نعمل ايه وننام امتى وناكل ايه علشان نبقى يعني كويسين ونيجي نلعب ماتش حلو. صراحة الدوري ده من اهم البطولات اللي بتبقى موجوده في السيزون عامه، لانه بيخلي فيه هارموني اكتر ما بين اللعيبه، بيحسوا بقى ان هم فريق واحد، وده دورنا اكتر، عشان خصوصا ان لعبه التنس دي لعبه فرديه اكتر، هي لعبه بتبقى 1-on-1، فلما بيبقى فيه الدوري دي بيحاول يحسس اكتر اللعيبه ان هم دي وان تيم، والدنيا في لازم تعرفوا ان اللي كسبان ده مش كسبان لوحده، اللي بيخسر ده مش خسران لوحده. فده طبعا كله يعني في حمل كبير او ريسبونسبيلتي كبيره علينا ان احنا نحسسهم ان هم تيم واحد، وان اللي كسبان ده مش بيكسب باسم وحده، لا ده بيكسب باسم نادي الاهلي او بيخسر باسم نادي الاهلي. فطبعا السبورت بتاعنا كان بيبقى مهم قوي في الوقت ده بالذات، عشان ما يحسوش ان هم كل واحد يحس لا ده انا احسن، ده انا كسبت انا خسرت.
فينا يعني. يعني تقريبا دي اول مره تحصل ان احنا نبقى بنلعب على ارضنا، فدي حاجه ادفانتج كبيره قوي للاهلي، ومخليه اللعيبه عندها كونفيدنس اكتر في نفسها، وعارفه تحس ان هي قاعده في بيتها كده، فالموضوع احسن كتير طبعا. يعني شابو بصراحه للاداريين والناس المسؤولين ان هم عرفوا يجيبوا البطوله عندنا هنا في الاهلي. بنخليهم يلعبوا ماتشات اكتر في التمرين، بنخليهم يعملوا جيمز حاجات فان برده، بالذات لما بيكون في نص البطوله. يعني هم دلوقتي بيلعبوا المجموعات، هيخشوا ان شاء الله لو كسبوا النهارده هيبقوا اول مجموعه، فهيروحوا على كوارتر فاينل على طول. ده في النص بقى قبل ما يجي الكوارتر فاينل والسيمي فاينلز وكده، بنديهم اكتر في التمارين، بنخليهم يلعبوا ماتشات زياده، حاجات خفيفه، بيخليهم يعملوا حاجات فان برده في النص عشان ما يحسوش ان في بريشر عليهم قوي، ونحسسهم على قد ما يقدروا ان هم يتبسطوا بالدوري ويتبسطوا بالحاجه اللي ما بتحصلش كتير، ان هم يبقوا بيلعبوا از وان تيم. فدي حاجه مهمه قوي بالنسبه للتمارين يعني. اولا قبل البطوله بكتير عملنا بري سيزون كويس قوي للولاد كلهم، كنا بنتمرن الصبح من الساعه 9، بنتمرن كمان بالليل كتير جدا. بصراحه البنات تعبوا قوي والولاد تعبوا قوي، واحنا برضو كمان تعبنا، بس الحمد لله يعني اكيد باين على البنات، وان شاء الله الولاد برضو، وكلنا هنعمل حلو قوي ان شاء الله في الدوري انا متاكده. هي مظبوطه، انا بقالي كتير قوي في النادي، انا في النادي من 2010 تقريبا او قبل كده كمان، فانا مشيت مع النادي كل الدوريات، وروح النادي يعني انا بحب النادي، فبجد بفضل سبورت الولاد كلهم، وبكلمهم حتى وانا اكس بلاير كنت بكلمهم عن كل الحاجات اللي بتحصل في الدوري، وان الدوري دي حاجه حلوه قوي ان احنا بنلعب باسم النادي، نادي الاهلي، فدي حاجه كبيره قوي بجد. وكل البنات والولاد لازم يبقوا عارفين بوينت ان احنا بنلعب في نادي الاهلي، دي حاجه كبيره. هنعمل تمارين تانية برضو اكيد، وغير البي سيزون اللي كنا بنعمله قبل الدوري خالص، هيبقى في تمارين مختلفه خالص دلوقتي، هيلعبوا ماتشات اكتر اكيد عشان نستعد للكوارتر والسامي والفاينل ان شاء الله.